نفكر بالنهائي الان نفكر بالنهائي ونتمنى يكون فريق عربي، لانه اذا كان المرشح للكاس الارجنتين ومصنف ثاني عالميا هزمناه فاكيد طريق قدامنا. احلى شيء غير الفوز انه كسرنا رقمهم التاريخي 36 مباراه، يبي ياخذون 37 على حسابنا. لا لا لا، العرب ما يسمحون بهذه الاشياء. شعوري مره صراحه المباراه كانت مره جميله وغير متوقعه، ومبسوط مره بفوز السعوديه على الارجنتين. يعني الارجنتين من اقوى اللي اخذوها مرتين كاس العالم، وان شاء الله ان شاء الله طموحاتي الحين صارت كاس العالم ان شاء الله.